المواضيع كلها فيما يخص مدينة طبرق ومشاريع اللي هي مقترحة، وعندنا طبعا مشاريع تحت يعني في مرحلة الإجراءات واعتمدت يعني حلها حتى الميزانيات، لكن للأسف ما زالت معطلة طبعا عند ديوان المحاسبة. عند ديوان المحاسبة نذكر منها طبعا مشروع كبير اللي هو 20 خزان للغاز الطهي وتوريد بعض الاسطوانات اللي يغطي النقص الحاد في السوق اسطوانات الطهي، وهذه مشاريع الحقيقة أعطيناها أولوية من المؤسسة، لكن للأسف يعني لا زال فيها تعطيل من اعتمادات ديوان المحاسبة وفي مراسلات، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى أن حنسمع أخبار باعتمادها وبالتالي يمكن الشروع في تنفيذها. وأكد العوكلي أنه تم الاطلاع على التي سيتم إنجازها بين الشركتين خلال العام المقبل، منها الساعات التخزينية للمستودعات. المشاريع اللي هي تنويها شركة البريكا بالتنسيق مع المؤسسة خلال 2017 لتعويض النقص طبعا في الساعات التخزينية، طبعا كلكم تعرفوا الأضرار اللي تعرضت لها مستودع طرابلس وبعض المستودعات الأخرى، جزء من رأس المنقار وبعض الأضرار والفاقد طبعا في آليات وفي سيارات النقل، فبالتالي هذه كلها مشاريع إن شاء الله هتكون مشاريع واعدة وحتكون تخدم المواطن وتحل أزمة المواطن فيما يخص يعني النقص اللي يعاني منه المواطن في غاز الطهي. فتقريبا هذا مختصر الاجتماع اليوم. أعلنت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم